مرحبا بك. موعد جديد في المحقق على اليوتيوب ولا المحقق بلوس، التطبيق متاعنا في قضية جديدة من أشهر القضايا العربية، قضية باش تهزنا إلى موضوع باش تبدل بعده الإمارات العربية المتحدة القوانين متاعها بعد اللي صار في هذه القضية. قضية باش تهزنا الوحدة من أكثر المدن أمناً وسلاماً في العالم، ولكن مع ذلك صار فيها اللي صار. نحكي على إمارة دبي، ونحكي على القضية الشهيرة متاع وديمة اللي صارت في الإمارات، وباش نعطيكم تفاصيلها. قبل ما نجيو لتفاصيل هذه القضية، ما تنساش تشترك معنا في القناة وتشغل الجرس باش يجيك كل جديد من حلقات المحقق. مرحبا بك في حلقة جديدة من أشهر القضايا العربية. قضيتنا في أشهر القضايا العربية باش تهزنا إذن للإمارات، وتحديداً لإمارة دبي. دبي وإلا بقية الإمارات اللي موجودة في دولة الإمارات المتحدة هي من الدول في العالم اللي فيها أقل نسبة متاع إجرام. من غير أدنى شك بالأرقام الرسمية وغير الرسمية، إمارة دبي مثلاً هي في ترتيب أكثر الدول المدن أمناً في العالم. نسبة الجريمة فيها منخفضة جداً لجملة من الأسباب، منها بالأخص أنه انتشار كاميرات المراقبة بصفة كبيرة ياسر في البلاد، ثم النظام الردعي فيما يتعلق بهذه الجرائم، يعني العقوبات شديدة جدا. وبالتالي مثلا كل الوافدين ما يعملوش عادة، مش من مصلحتهم يعملوا جرائم، لأنه ينجموا يتم طردهم بصفة أبدية ونهائية من الإمارة. أما بالنسبة لأهل المدينة ولا أهل البلاد، فأنه العقوبات صارمة وحادة جدا، الشيء اللي يخلي أنه الجريمة متراجعة برشا في دبي. ولكن هذا لن يمنع وقوع واحدة من أبشع الجرائم اللي باش تصير في العالم العربي في هذه الإمارة. الحكاية باش تبدأ من 2004، باش تبدأ بقصة زواج. ما نحبش نقولك قصة حب تاو بعد تفهم علاش. زواج ما بينات حمد وسلمى، باش يعرسوا ببعضهم، ثم بعد ذلك بصفة سريعة زاد لهنا باش يجيبوا المولود الأولاني. المولود الأولاني اللي هو باش يكون بنية اسمها وديمة، ثم بعد ذلك باش يجيبوا بنية أخرى اسمها ميرا بعد 3-4 سنين تقريبا من ولادة أختها. الحقيقة سلمى تعرف من الأول أنه علاقتها وربما مستقبل علاقتها مع رجلها مش باش يتواصل بسبب تصرفاته معاها منذ البداية. أولا ملي عرست به باش يعاملها كخديمة، كخادمة وليس كمعناها زوجة، يعني في معنى أنه بالنسبة لي هي موجودة لتحقيق رغباته باش تخدمه في وسط الدار فقط لا أكثر. لكن رغم هذا، وهذه معضلة عربية وربما عالمية مش تونسية فقط، أنه الواحد كيبدأ عنده مشكلة ولا الكوبل كيبدأ فيه مشكلة، باش نحلوا المشكلة نزيدوا مشكلة أخرى. يعني سلمى تعرف مليح أنها عندها مشكلة مع حمد منذ الأشهر الأولى متاع العرس، ولكن رغم ذلك
باش يجيبوا صغار. يعني هذه الفكره متاع انه مازالت موجوده عندنا، الفكره منتشره برشا في مجتمعاتنا، اسمع جيب صغير تو الامور الكل تو تتصلح. وهو احيانا العكس، وقت تجيب الصغير الامور تكون هكا متدهوره شويه، تزيد تدخل في حيط. على كل حال الوضعيه ما كانتش باهيه بالكل في هذا الكوبل، ولكن رغم ذلك سلمى باش تجيب الصغير الاول وباش تجيب الصغير الثاني. لكن في وقت من الاوقات بنتها ميرا وقتها عمرها عام، وبنتها الكبيره عمرها بين 3 و4 سنين، وديما باش تقرر انها تطلب الطلاق، ما عادش قادره انها تعيش مع هذا الزوج. علاش؟ لانه تجاوزنا مرحله انها تخدم فيه فقط، تعدينا الى مرحله السب، الى مرحله العنف. حمد كان عنيف جدا، سكير جدا، وكان زاد يعنف في بنته اللي هي ربما اعتبرتها سلمى نقطة حمراء. بنية عمرها 3 سنين، ما فما حتى مبرر يخليك وأنك تستعمل معها أي نوع كان من أنواع العنف. لكن بالنسبة للسيد هذا حتى شيء ما كان عنده قيمة بالنسبة لي، لا مرته لا بنته صغيرة لا حتى شيء، هو مدبوزة ما يقومش. العنف اللفظي والعنف المادي، طلبت سلمى الطلاق، طلاق باش تتحصل عليه وباش تنفصل على رجلها. إلى حد الآن الأمور عادية، يقول قايل تصير في كل المجتمعات وكل الدول وماشية وتصير أكثر فأكثر، هذه حالات الطلاق واحد. لكن وقت اللي كانت في بالها أنه الحكاية انتهت وأنه حمد أصبح من الماضي يعتفيها في النفقة وبناتها قاعدين عندها، بعد قرابة 5 سنين من الطلاق، البنية وديما عمرها 8 سنين، البنية الصغيرة عمرها في 5 سنين تقريبا، باش يطالب بالحضانة متاع ابنته. وبصفة غريبة شوي لكن هذه موجودة في تشريع دول الخليج، سيمكنه القضاء من الحضانة متاع ابنته الاثنين. معناش التفاصيل بالضبط لماذا مكنه القضاء من ذلك وكيفاش البنات كانوا عايشين لاباس عليهم مع الوالدة متاعهم، ما كان فما حتى سبب يخلي أنه تنزع الحضانة للأم وتعطى للأب. داير في تونس مثلا في هذه الأعمار نادر جدا أنه القضاء يستجيب لأنه الحضانة تتنحى من الأم وتتعطى للبو، نادر جدا باش ما نقولش أنها عملية مستحيلة، إلا بطبيعة في بعض الحالات الاستثنائية. الصغار يبدأوا في وضعية خايبة، صايرت لهم حاجة إلى غير ذلك. لكن في قضية الحال اللي نعرفوها أنه الصغار كانوا عايشين مع سلمى بطريق لا بأس عليهم، يعني في وضع ما لا يستوجب، ما فماش ما يبرر أنه تنحي صغار عايشين يقرأوا وستانسوا بأمهم وكذا تفكهم وتعطيهم لبوهم. ثم تو نحكيوا عليه بوهم هذا بعد ايش بيه، مازال على خاطره في الخبيلة اللي عنده في مخه. خذا إذن حمد الحضانة متاع ابنته الاثنين، حضانة الحقيقة باش ياخذها كانتقام من أمهم لا أكثر ولا أقل، وينطلق تنفيذ الانتقام منذ البداية، منذ الأيامات الأولى للي خذا ابنته قطع أي تواصل مع أمه. عندها الحق بالقانون أنها تشوفهم مرة في الجمعة على الأقل، لا نجمت تشوفهم لا نجمت تتصل بهم، انوامر تليفوناته الاثنين الكلهم بدلهم، اتكلم في عائلته ما هوشي في دارهم، يسكن وحده في دار على روحه. تو قلبه يحن، تو لبناتي لحوا عليه، تو كذا تو يتصلوا بي، هكا مشى في بالها. جمعة 2 3 شهر 2 3 6 أشهر باش يتعداو، 6 أشهر وسلمى
ما نجمتش تكلم بناتها ولا تشوفهم. حط روحك شوية في مكان هذه الأم، صغارها بنية عمرها 8 سنين والأخرى 5 سنين من اللي تولدوا، هما عندها بين ليلة وضحاها كي هزهم بوهم باش تفقد التواصل معاهم 6 شهور. كي المجنونة تكلم في العائلة متاعو تشوف فماشي حل في العائلة متاعو، خوه يحب ياسر البنات باش يعمل المستحيل من أجل أنه يتواصل مع أخوه، خاطر حمد مخمجها مش كان مع مرته، معناها مع العائلة الكل حتى عائلته لا يتواصل معهم كثيرا. اللي أحمد يعرفه على أخوه أنه يعيش مع صاحبته عنود، هذا اسم العشيقة متاع أخوه. محمد يعرف مليح اللي خوه حمد عايش مع عنود، عنود اللي هي كانت واحدة من الصديقات المقربات متاع سلمة مرت خوه. شعلنا فيها الموضوع هذا. يعرف زيدا وهذا اللي مخوفه أنه خوه من الدبوزة مازال ما يقومش والمخدرات زادت عليهم، بالتالي متحير على البنات. مخدرات شراب عايشين بطريقة بين ظفرين غير شرعية في واحدة من الشقق مع صاحبة خوه، ما هوش منجم يتواصل مع خوه، كلمه على تليفوناته، كلمه كذا، شايف أصحابه ما نجمش يتواصل معاه، ما همش عارفين وين مشاه الطفل. فبتكرار الاتصالات، في واحد من الاتصالات عنود باش تهز تليفون، وينو حمد؟ حمد في الحبس. نعم؟ اي في الحبس على شدته الشرطة على برشا حاجات. بان مش بش يطول ياسر، محمد بش يسأل على أخوه الحقيقة، الحقيقة اللي يهمه في البنات، وينهم البنات؟ وينهم البنات؟ البنات عند أمهم. نعم؟ عند أمهم. كيفاش عند أمهم؟ وأمهم عندها أشهرة وهي تطلب فيا بش نلقاهم، وينهم؟ كيفاش عند أمهم؟ محمد باش يعلق التليفون من عنده عنود وعنده زوز فرضيات في مخه. إما سلمى مخبي عليه اللي هما البنات عندها وتحب تعمل مشكلة لطليقها، وإلا البنات موجودين في دار خوه ولكن ربما في وضعية خايبة اللي عنود تحب تخبيها. بعد ما باش يتأكد محمد من أنه البنات ما همشي عند سلمة، سلمة لي كل مجنونة وهي تقول له كيفاش ما تقول لك اللي هما عندي البنات ما همشي عندي، باش يقرر أنه يلقى الشقة اللي فيها أخوه ويمشي يشوف أشنو الوضعية متاع البنات، وهذا اللي باش يعمله. عنود باش تتفجع وقت اللي تشوفه في الباب وطالب يدخل للدار، ودخل فعلا وبش يلقى البنات في وضعية خايبة ياسر. شو اللي صار لهم بالضبط؟ كيفاش بش يلقى بنات خوه في دار خوه؟ هذا اللي نشوفوه في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.